يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الجسد لما يصيب الرأس. فيا معشر المسلمين، من لم يألم لمصاب المسلمين ولم يغتم لما ينالهم ولم يهتم برفعه عنهم وإزالته عنهم بما استطاع بما أقدره الله عليه، وأهون ما يقدر عليه كل أحد الدعاء. يقول ربنا سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وما كتبه الله لا يمحوه ماح، وما قضى الله بأنه يكون لا يمكن ألا يكون. هذه الأمة كثيرا ما تتعرض للابتلاء، وهذا الابتلاء يميز ربنا فيه سبحانه الخبيث من الطيب، ولكن نصر ربنا سبحانه حليفها ما دامت تفي لربنا سبحانه بشرط النصر. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الشرط، إن تنصروا الله ينصركم. قال ربنا سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأحيانا أيها الناس، قد يبلغ الابتلاء مبلغا تزيغ معه الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر ويظن بالله الظنون ويستبطئ المؤمنون نصر ربهم، ولكن نصر الله قريب. ربنا سبحانه يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول فضلا عمن معه يستبطئون النصر فيقولون: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يوم الأحزاب جاءت قريش بقضها وقضيضها ومن شايعها وملأها من كفار العرب، فحاصروا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونقضت بنو قريظة العهد الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر بالمسلمين اشتدادا كما وصفه ربنا حين يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعد خطوب وخطوب وشؤون وشؤون يجيء نصر ربنا والفتح على عباده. محطة أخرى في الزمن يوم فتنة الزنجي، لما دخل الزنج البصرة وقتلوا من أهلها من لا يحصى من العلماء والأدباء والشعراء والأتقياء والصالحين من سائر المسلمين من غير تفريق بين صغير وكبير وامرأة ورجل وغير ذلك. يقول مؤرخون: كان الزنج يجمعون الجماعة من أهل البصرة ثم يقول بعضهم لبعض: كيلوا. وهذه اللفظة كانت علامة بينهم للإشارة إلى القتل، قتل أولئك المسلمين. قالوا: فإذا قال قائلهم كيلوا حملوا على المسلمين بالسيف لا ينجو منهم أحد، فلا يسمع إلا قول لا إله إلا الله من أولئك المقتولين، وضجيجهم عند القتل وصراخهم عند القتل، ويسمع ضحك وضجيج الزنج عند قتل المسلمين. فقال المؤرخون: كان الذي قتل من المسلمين يوم فتنة الزنج وقد عامل السيف فيه عملهم 40 يوما نحو من 800,000 مسلم، وبعض المؤرخين يقولون قتل نحو من 1,000,000 مسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا إلى محطات كثيرة جدا، من آخرها هذا التداعي الذي تداعت دول أوروبا على العالم الإسلامي تقريبا كله
شرقه وغربه وشماله وجنوبه وسهوله وجباله وحواضره وبواديه. ومعلوم لمن طالع في التاريخ كم صاحب ذلك من قتل لملايين المسلمين. ثم ماذا؟ أنا قلت لكم أيها الناس ولينصرن الله من ينصره، هكذا فعل ربنا سبحانه فيما مضى، وهكذا يفعل في كل وقت. هذا وعد ربنا أنه وربنا لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، أن دينه هذا سيعلو الأديان كلها، وأنه سيشيع نوره في الأرض حتى لا يستطيع طمسه أحد. قال ربنا سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا الذي وعدنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والحاكم والبياقي والطحاوي وغيرهم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. أيها الناس، هل تعلمون رقعة في الأرض لا يبلغها ليل أو نهار؟ فكذلك لن تعلموا بقعة في الأرض كانت في قنة جبل أو في قعر واد لا يبلغها هذا الأمر. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت وبر مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. هذا موعود ربنا آمنا به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية عند مسلم: إن اشتكى عينه اشتكى كله. المؤمن كالجسد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، إن اشتكى، يا عباد الله هذه زيادة مني، إن اشتكى ظفره اشتكى كله، إن اشتكى ضرسه اشتكى كله. هذا شأن المسلمين، ليس في جسدك بضعة أنملة، قيدة أنملة، إذا اشتكت لم يتداعى لها جسدك كله. فكذلك جسد المؤمنين إذا اشتكى عضو منه ينبغي أن يشتكي الجسد كله. روى أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مثل المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الجسد لما يصيب الرأس. فيا معشر المسلمين، من لم يألم لمصاب المسلمين ولم يغتم لما ينالهم ولم يهتم برفعه عنهم وإزالته عنهم بما استطاع بما أقدره الله عليه، وأهون ما يقدر عليه كل أحد الدعاء، هذا ما يقدر عليه كل أحد، ومن أقدره الله على غيره فينبغي أن يهتم بذلك. فمن لم يهتم ولم يألم فلينظر محله من هذا الجسد، فلينظر محله من هذا الجسد. أيها الناس، أهون ما تصنعون لإخوانكم من أهل الإيمان أن تجتهدوا في الدعاء لهم. لا يحملكم طول الأمد واستطالة البلوى على الركون إلى الدعاء والملل. ادعوا لإخوانكم المستضعفين
في خلواتكم وفي جلواتكم، في سجودكم، في صلواتكم، في فطركم من صيامكم، في أوقات الرجاء في استجابة الدعاء. لا تعجزوا، فليس وراء هذا بعد ذلك حيلة في الانتماء، سبيل توهم في الانتماء إلى هذا الجسد. فنسأل ربنا سبحانه أن يكتب لهذه الأمة أمر الرشد يعز به أهل طاعته، ويذل به أهل معصيته، ويعلي به كلمته. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي سوريا وفي غيرها من بلادك ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم استر عورتهم، اللهم آمن روعتهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اجعل من قضى منهم شهيدا عندك عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجعلهم ممن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. اللهم دافع عن عبادك الذين ضيقت أرجاؤهم وانقطع إلا منك رجاؤهم. اللهم إنك تعرفت إلى عبادك بأنك تجيب دعوة المضطرين، اللهم هم المضطرون وأنت المجيب، اللهم أنت المجيب وهم المضطرون. اللهم أرع عبادك في أعدائك يوما من أيامك تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.